فتزامنا مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن المالية العامة على المدى القصير تحظى دولة الكويت بفرصة ذهبية للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية. هذا ما أكده المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الخليج العربي عصام أبو سليمان في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الكويتية بمناسبة إصدار البنك تقريرا يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية الخليجية، مضيفا أن الكويت يمكنها الآن البدء في إعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية المهمة وترشيد الدعوم عبر توجيهها للمواطنين الأكثر حاجة لها بهدف استدامتها في المستقبل. وأشار أبو سليمان إلى أن أسعار النفط الحالية تدعم الجهود الحكومية على المدى القصير في الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، حيث تستفيد الدولة من ارتفاع الأسعار في مشاريع اقتصادية إبداعية تضمن تنوع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.